عقد أعضاء مجلس النواب الثلاثاء جلسة تشريعية برئاسة المهندس عطف الطراونة وبحضور عدد من أعضاء الحكومة. وأعاد المجلس مشروع قانون حماية المستهلك لسنة 2013 إلى لجنته القانونية لإعادة صياغته. وكان المجلس أقر عددا من مواد القانون قبل أن يقرر إعادته إلى اللجنة القانونية إثر تباين آراء النواب حول الصياغة التشريعية ومدى وضوح الأحكام القانونية. ووافق المجلس على المواد التي تحدد الحقوق الأساسية للمستهلك والتزامات المزود، إذ يتيح القانون للمستهلك الحصول على سلع أو خدمات تحقق الغرض منها دون إضرار بمصالحه أو صحته، والحصول على المعلومات الكاملة والصحيحة عن السلعة أو الخدمة، بالإضافة إلى وضوح المعلومات عن الالتزامات المترتبة على المستهلك والمزود قبل إتمام عملية الشراء. المادة 3 بند 1: الاستعاضة عن مصالح المستهلك بمصلحة المستهلك، وذلك للتناسب مع كلمة أو صحته. وشروط البيع لها هذا يتنافى مع تعريف المستهلك، لأن عرفنا المستهلك بالمادة الأولى أنه هو الشخص الذي يشتري المادة من أجل استخدامها مش من أجل إعادة بيعها، فهذا يتنافى مع تعريف المستهلك. حرية اختيار السلعة أو الخدمة، وهذه الحقوق نظمها القانون المدني، ومع ذلك لا ضير من وجودها. الفقرة المقترح إضافتها: الحصول على سلعة أو خدمة آمنة صحيا واجتماعيا. هذا المنطلق أرى بأنه يجب إضافة مادة أو نقطة تؤكد على معرفة سعر السلعة ومعرفة قيمة الأجرة التي يقدمها صاحب الخدمة، حتى لا يكون هناك لا غرر ولا غبن. أنا هقترح سعادة الرئيس أخوة الزملاء أن نشطب ما يثبت، والاستعارة عنها الحصول على فاتورة تثبت شراءه للسلعة أو للخدمة. فيما يتعلق بالبند 2 من المادة 3، الحقيقة كلمة وشروط البيع لها ضرورية وتتفق مع مضامين تعريف المستهلك، باعتباره قد تضمن فكرة إعادة البيع، فهذه تكون مكملة للتعريف، وبدونه يصبح هناك خللا في هذا التعريف. أعتقد يجب حذف البند اللي يتعلق بصحة المستهلك، علما بأن المستهلك الذي يشتري سلعة الدخان يعلم أنها ستضر بصحته، فكيف سيتوافق هذا القانون مع إبقائه؟ للمستهلك الحق في حرية اختيار السلعة، ولا للمستهلك الحق في اختيار السلعة أو الخدمة التي يرغب في شرائها؟ يعني لويش الترديد هذا؟ الحق في حرية اختيار السلعة، الحق في اختيار السلعة، الحق في الحصول 5 6، للمستهلك الحق في المحافظة على القيم الدينية والعادات والتقاليد واحترام كرامة المستهلك، للمستهلك الحق في الحرية الكاملة في اللجوء إلى القضاء. ما هو الدستور بيقول المحاكم مفتوحة للجميع، وأي واحد بيقدر يلجأ للمحاكم، ما في يعني أي قرار أو أي جهة تمنعك من اللجوء للقضاء. أنا أعتقد أنه لا ضير أن يأخذ منا هذا المشروع مزيدا من التمحيص، لأنه مشروع قانون مهم جدا في التاريخ التشريعي الأردني. هذه الفكرة الأولى. الفكرة الثانية: غضب مجموعة من الزملاء أمس عندما تحدث الزميل عبد المنعم على أننا نلاحظ في بعض تشريعاتنا انحدار في الصياغة التشريعية. هذه ليس فيها إساءة لأي جهة، وإنما هناك صياغة. نحن ما زلنا نتغنى بالقانون المدني الأردني من سنة 1976، والذي أخذته عنا العديد من الدول العربية. وفي بند ما يستجد من أعمال، تحدث 11 نائبا، والتي تضمنت مداخلاتهم على عدد من المطالب المختلفة في محافظاتهم. وأدان مجلس النواب بشدة الاعتداء الإرهابي البشع الذي استهدف أحد المساجد في مقاطعة كيبيك الكندية، وأودى بحياة عدد من الضحايا الأبرياء وإصابة آخرين، وأعرب عن شجبه وإدانته للأعمال الإرهابية الجبانة التي تقوم بها العصابات الإرهابية المجرمة. هذا ورفع نائب رئيس مجلس النواب خميس عطية الجلسة التي ترأس جانبا منها إلى مساء يوم الأحد المقبل. محمد الفايز، الحقيقة الدولية.